مال كبير، وأريد أن أضحي هذا العام، لكن هل الأسبق أن أضحي أم أن أسدد الدين اللي عندي؟ بالنسبة للأضحية هي سنة مؤكدة للقادر عليها، للمتيسر أمره، فالإنسان الذي تعسرت أموره لا يطالب بالأضحية، لأنه جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من وجد سعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا. قال: من وجد سعة، من كان عنده يعني سعة من أمره، أموره ميسرة، هذا الذي يخاطب بالأضحية. أما الذي مثلا عليه ديون مثلا ولا يطلبه أصحابها فإنه لا يخاطب بالأضحية أصلا. والذي ليس عنده مال الآن ويريد أن يستدين لكي يضحي فلا بأس، هو ليس مخاطب بالأضحية لأنه يعني لا يملك مالا، لكنه لو أراد أن يستدين لكي يضحي فيجوز له، إذا كان لديه مال سيدخله مال يستطيع أن يسدد دينه. أما إذا كان لا يدخله مال لكي يسدد دينه فهذا لا ينبغي له أن يكثر الديون على نفسه ويقع في وحل الديون. نعم.